معنا من موسكو مراسلتنا أريج محمد، كيف هو الوضع الصحي لنافالني أريج؟ فضيلة، كما ذكرت مصلحة السجون الروسية أكدت أن نافالني بات في صحة جيدة بعد أن تم نقله إلى أحدى الوحدات الاستشفائية أو المستشفيات الخاصة بالمدانين قرب مركز مدينة فلاديمير، وهو الذي كان مسجونا في مقاطعة هذه المدينة. قالت أنه الوضع بات مستقرا كما يصفه الأطباء والأخصائيون الذين يشرفون على حالته بعد أن كان قد أعلن إضرابه عن الطعام منذ 3 أسابيع مطلع هذا الشهر. طبعا الحكومة الروسية، ورغم أن الكرملين يقول أنه ليس من اختصاصه متابعة حالة المسجونين الصحية، إلا أنه من خلال هذه الحركة والتحركات يبدو أنه بالفعل يعني مهتم ويريد أن يؤكد أن ليس من مصلحته أن تتدهور حالة المعارض أليكسي نافالني الصحية، خصوصا في ظل هذا الضغط الغربي والأوروبي على موسكو، وفي ظل هذا الزخم الإعلامي الذي يسخر به دائما موضوعه في الإعلام. فإن كان كما يقول خبراء هنا في روسيا فضيلة، إن كان من مصلحة الكرملين تطبيق القوانين الروسية بحق هذا المعارض، لكن ليس من مصلحة موسكو بأي شكل من الأشكال أن تتدهور أموره الصحية وحالته الصحية وهو في المعتقل في السجن محكوما عليه بتهمة مخالفة شروط المراقبة القضائية بإحدى قضايا الاحتيال المؤرخة لعام 2014. طبعا كما ذكرت هناك أنصار نافالني الذين دعوا لمظاهرات وحملات مناهضة للكرملين ويعني مناصرة أليكسي نافالني خلال اليوم الذي سيوجه فيه فلاديمير بوتين رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية، دعوا إلى التجمع مساء في ساحات المدن الروسية الرئيسية، وتحسبا لأي تجمعات أو حملات تقول السلطات الروسية أنه غير مرخص لها حذرت من مثل هذه التجمعات والحملات. شكرا أريج محمد في موسكو.